اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من تحت الضوء. ازمه اوكرانيا ترفع حراره الحرب البارده بين روسيا والناتو بقياده الولايات المتحده الامريكيه. سلطات اوكرانيا تشرب حليب السباع وتتحدى موسكو بعيد زياره بايدن لكييف. العاصمه الاوكرانيه تعلن الحرب على الارهاب بغيه القضاء على الناشطين في شرق البلاد، وموسكو ترد بمناورات للجيش بالقرب من الحدود. اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن التصعيد، وتلويح بحرب عالمية ثالثة، ولهجة الخطاب الأمريكي الروسي تزداد سخونة. فهل تكون أزمة أوكرانيا نهاية الحرب الباردة وبداية حرب النار؟ وما الدور الأمريكي في تصعيد الأزمة إلى حدود المواجهة؟ أزمة أوكرانيا طبول الحرب تقرع، موضوع هذه الحلقة من تحت الضوء. اتهم رئيس الوزراء الأوكراني أرسين ياسينيوك روسيا بمحاولة شن عدوان على أوكرانيا والتسبب بنزاع كبير في أوروبا وصولا إلى حرب عالمية ثالثة، فيما دان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العملية الأمنية التي تقوم بها كييف في شرقي أوكرانيا ووصفها بأنها جريمة دموية. وأكد ياتسينيوك أن دعم روسيا للإرهابيين في أوكرانيا يشكل جريمة دولية، ودعا الأسرة الدولية إلى الاتحاد ضد العدوان الروسي، متهما روسيا بالوقوف وراء الحركة الانفصالية في شرق البلاد. وسنده في ذلك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي اتهم روسيا أيضا بأنها تواصل تمويل حركة الانفصاليين المسلحين، وأنها لم تتخذ أي خطوة لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف لنزع فتيل التوتر في أوكرانيا، محذرا إياها من ارتكاب ما أسماه خطأ مكلفا. وهاجم قناة روسيا الفضائية RT معتبرا أنها أسست من أجل تقديم أوهام الرئيس فلاديمير بوتين حول دوره في العالم. لافروف من جانبه رفض اتهام نظيره الأمريكي جون كيري، واصفا سلوك كيري بغير المؤدب وغير المقبول، واتهم واشنطن بتشويه الاتفاق الدولي بشأن أوكرانيا من خلال مطالبة موسكو بطلبات إضافية، مؤكدا أن بلاده ستعمل بقوة لتهدئة الصراع وفقا لما تم الاتفاق عليه في جنيف. وكانت روسيا قد أعلنت عن بدء مناورات جديدة على الحدود مع أوكرانيا ردا على الهجوم الذي شنته كييف ضد الناشطين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا. لمناقشة هذا الموضوع معنا من بيروت الخبير بالشؤون الروسية الأستاذ يوسف مرتضى، ومن كييف المحلل السياسي الأستاذ سعيد سلم. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد مرتضى، من دلالة كل ما يحصل وكل ما يجري اليوم على الحدود الروسية الأوكرانية وفي مناطق شرق أوكرانيا، هل فعلا نتحدث عن طبول الحرب أم الحالة لم تصل إلى هذا المستوى؟ أهلا بك وبالمشاهدين. أهلا. يعني تصوير الأمور رغم شدة التوتر في أوكرانيا وبين الأوكران والروس بأننا على أبواب حرب عالمية ثالثة، هذا أمر مبالغ به كثيرا. اليوم العالم وتحديدا الإدارة الأمريكية تتجه للانسحاب من الحروب وليس للدخول في حروب، وخاصة في منطقة ذات حساسية عالية جدا. أمن أوروبا يعني ليس كأي مكان في العالم، يعني ليس كأفغانستان أو العراق أو إيران أو الآخرين. وبالتالي نعم، حالة التشنج التي تشهد هذه المنطقة تزيد من التوتر الأمني والعسكري المحدود الذي يمكن أن يبقى ضمن حدود شرق أوكرانيا، ولكن الخشية أن تكبر هذه العملية وقد تمتد إلى مناطق أخرى في أوكرانيا وفي روسيا نفسها يعني. ولكن أستبعد مطلقا الوصول إلى مجابهة عسكرية بين الدولتين الكبريين أي موسكو وواشنطن. أستاذ سعيد سلام في كييف، كيف فهمت كلام رئيس الوزراء الأوكراني الذي يهول اليوم ويقول أن روسيا تدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة، محاولا الربط أو ربما التشبيه بين إرهاصات أو بدايات الحرب الثانية وما يجري على الحدود؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين.
بداية يجب القول أن أوكرانيا أصبحت عبارة عن قطعة في لوحة الشطرنج الكبرى التي يلعب بها اللاعبين الدوليين الولايات المتحدة وروسيا. ومن هذا المنطلق يجب القول أن ما يجري على الأرض ميدانيا من تصعيد ميداني أحيانا وتهدئة أو في أحيان أخرى وتصريحات واتهامات متبادلة بين الأطراف المتنازعة على الأرض وتوجيه الاتهامات بين روسيا وتبادل الاتهامات بين روسيا والحكومة الأوكرانية لا يعدو على كونه تصعيد سياسي في ظل صراع الإرادات وعض الأصابع بين هذه الأطراف من أجل فرض أجنداتهم على الأرض، حيث أن ما يجري في أوكرانيا في بداياته هو أزمة اقتصادية أوكرانية داخلية بحتة، والتدخل الدولي الخارجي أدى إلى تفاقم هذه الأزمة وتحولها إلى أزمة دولية يتنازع فيها العديد من الأطراف كما ذكر. واحتمالات الدخول في حرب عالمية ثالثة لا تتجاوز 0%، حيث أن الولايات المتحدة كما ذكر زميلنا في الاستوديو أستاذ يوسف ليست مستعدة على الإطلاق للدخول في أي حرب من أجل مصالحها حتى في أي منطقة خارج الولايات المتحدة، من ناحية بسبب سياساتها التي يتبعها الرئيس أوباما، ومن ناحية أخرى بسبب المصاعب الاقتصادية التي تمر بها. وأيضا الاتحاد الأوروبي والناتو ليس لهم مصلحة في الدخول في مثل هذا الحرب. طيب. وروسيا تسعى لفرض أجندتها في أوكرانيا في على أقدر قدر من الإمكانيات دون الدخول في حرب عسكرية يتواجه فيها الطرفان الجيشان الروسي والأوكراني. لذا فأنا أيضا أستبعد احتمالية الصدام العسكري على الرغم من هذه القبول التي يتم فرعها يوميا، وأعتقد أن السيناريو الذي سوف تسير عليه الأمور هو استمرار الضغط الروسي السياسي العسكري الاقتصادي على الحكومة الأوكرانية. أستاذ مرتضى، بالحديث عن الموقف الروسي أو محاولة فرض موسكو لأجندة معينة في أوكرانيا وبالتالي في المنطقة بشكل عام، هل ترى الصورة بهذا الشكل؟ يعني تحاول فعلا السلطات موسكو أن تفرض الأجندة وتريد أن تضع الجميع أمام أمر واقع أنها ما تريد سيتم وسيكون حتمي؟ يعني في الحقيقة المعركة تحصل داخل الملعب الروسي، يعني تاريخيا لا يمكن أن نفصل بين أوكرانيا وروسيا. هذا شعب واحد إلى حد ما، يعني يتكلم لغة واحدة من أصول سلافية واحدة ومن دين واحد والدين الأرثوذكسي المسيحية الأرثوذكسية، وكانت بينهم صراعات وكانت بينهم أيضا يعني تعاون خلال قرون من الزمن. واليوم أوكرانيا هي في قلب أوروبا، هي العضد الأول بالنسبة لروسيا في مجابهة روسيا للمعسكر الآخر، وبدون شك يعني المس بأمن أوكرانيا روسيا تعتبره مس مباشر بأمنها. يعني في الوقت الذي كان بوتين يهيئ إلى قيام اتحاد أوراسيا أو الاتحاد الجمركي الذي يجمع روسيا أوكرانيا بيلاروسيا أرمينيا والدول التي كانت تدور في الاتحاد السوفيتي لتأسيس ما يشبه الاتحاد الأوروبي لمنافسة الاتحاد الأوروبي، طلت عليها أزمة أوكرانيا، وهي اليوم تهدد، لا بل هددت، وكان يعتمد على أوكرانيا كونها هي مركز العلوم والتكنولوجيا والصناعة في قلب مثل هذا الاتحاد. أوكرانيا تصبح اليوم متنازع عليها بين الغرب وبين روسيا، بين الاجتذاب إلى الشرق وبين الاستجابة إلى الغرب، ويصبح الحلف الأطلسي على الحدود المباشرة لروسيا على طول 1000 كيلومتر مع روسيا. وبالتالي روسيا لا نقول أنها تريد أن تفرض أجندتها، روسيا تدافع عن نفسها في هذا المكان، يعني هو هذا بيت روسي إذا صح التعبير، والأمر يحصل داخل البيت، إلا أن روسيا تتحمل مسؤولية بدون شك عما آلت إليه الأمور من خلال السياسات الخاطئة التي قادتها خلال الفترة الماضية بالعلاقة مع أوكرانيا، والسياسات الخاطئة جدا من حلفاء روسيا في أوكرانيا وعلى رأسهم الرئيس يانكوفيتش وجماعته، من حالة الفساد التي صاروا بها والتي أودت بأوكرانيا للاتجاه نحو أزمة حقيقية، أزمة اقتصادية. طيب. تهدد بإفلاس أوكرانيا.
اسمح لي انتقل الى واشنطن وارحب باستاذ العلوم السياسيه دكتور نبيل ميخائيل، اهلا وسهلا بك معنا في هذا الحوار. دكتور نبيل، بقراءه كلام وزير الخارجيه الامريكي جون كيري، قال اذا واصلت روسيا مسارها في موضوع الازمه الاوكرانيه فهذا الامر سيكون خطا مكلف ونحن جاهزون للتحرك. ماذا يعني هذا الامر، جاهزون للتحرك باي شكل وباي صوره؟ هو لو في تحرك او الكلمه دي استخدمت معناها حاجه واحده بس، مش هتكون في حرب. هو الخطا هنا في امريكا ان هم بيصوروا النزاع في اوكرانيا على انه احتمال غاز روسي، روسيا لم تغزو اوكرانيا، يعني حتى التحركات العسكريه هي ميليشيات مواليه لروسيا ما ارتدوش حتى زي عسكري. طلعتنا الصحف بالامس بان الجيش الاوكراني انهى عملياته العسكريه في اوكرانيا، وده طبعا امر خطير لان اوباما قال ان وقالها للكونغرس، قال ان هو بيساند العمليات العسكريه الجيش الاوكراني بكبح ما عرف باسم الانفصاليين في المقاطعات الشرقيه. فده امر يعني اساسي من الغباء، لان امريكا لم تكن لديها القدره على دعم الجيش الاوكراني في مناوراته وتحركاته العسكريه، وايضا ده قد يؤدي الى تصاعد في الموقف بحيث ان روسيا تسقط مواجهه مع اوكرانيا وامريكا تخزن اوكرانيا وما تقدرش تساعدها. فاعتقد ان يعني الامور غير واضحه بالنسبه للبيت الابيض بخصوص اوكرانيا. لا يجب التفكير في قيام حرب، ان الحرب امر مستبعد خالص. فيعني يجب على واشنطن ان تطرح رؤيه استراتيجيه جديده وتلتزم باتفاق جنيف بدل من تصريحات متناقضه هتساعد او تساهم في تعقيد الازمه. دكتور نبيل ميخائيل، شكرا جزيلا لمشاركتك معي من واشنطن. أستاذ سعيد سلام، اتفاق جنيف، تحدث دكتور نبيل عن هذا الموضوع، من يعرقل اليوم وضع هذا الاتفاق على سكة التطبيق والتنفيذ؟ في الحقيقة فإن اتفاق جنيف ولد ميتا، حيث أنه كان ضرورة للولايات المتحدة وروسيا، ضرورة سياسية من أجل الاستخدام السياسي في الاتهامات المتبادلة، بينما على الارض فلم يسعى اي طرف من الاطراف المتنازعه على اوكرانيا لدعم هذا الاتفاق. واذا عدنا الى تفاصيل الاتفاق فان الاتفاق تم عمليا بين الولايات المتحده وروسيا، حيث اجتمع لافروف مع كيري واتفقوا، وتم دعوه وزير الخارجيه الاوكراني من اجل الاعلان على بعد ان قاموا هم نفسهم بالاعلان عن هذه الخطوات، ووضعوا عمليا الطرف الاوكراني الرسمي امام الامر الواقع. وفي اليوم التالي رفض المتظاهرون والمعتصمون في شرق اوكرانيا هذا الاتفاق، بحيث انهم لا يعترفون بوزير الخارجيه الاوكراني المكلف والحكومه الاوكرانيه. لذا فان من اجل تنفيذ مثل هذا البيان او هذا الاتفاق الروسي الامريكي على في اوكرانيا، يجب ان تسحب الولايات المتحده وروسيا ايديهم من اوكرانيا، والسماح للاوكران للجلوس الى طاوله المفاوضات، وسوف يستطيع الاوكران نفسهم التوصل الى اتفاق يحمي وحده البلاد. اما في حال تمت الاستمرار بالتدخلات الخارجيه السياسيه ودعم الاطراف المتنازعه قبل جميع الاطراف الدوليه، فان تقسيم اوكرانيا ات لا محاله. في السؤال طيب. الذي يجب ان يطرح في هذه الحاله في حال عدم رفع اليد عن التدخلات في الشان الداخلي الاوكراني، فان ما هو الثمن الذي سيتم دفعه في اوكرانيا من قبل الشعب ومن قبل الدوله الاوكرانيه قبل اتمام عمليه التقسيم؟ ما هو الثمن؟ يعني من المتضرر الاكبر؟ يعني نتحدث هنا عن سلطات الشرق ام عن سلطات كييف؟ البعض قال ان بوتين يريد ان يعطي الغرب يعني دوله ضعيفه، دوله فقيره والموارد الاساسيه في يديه، هذا ما تقوله الصحافه الغربيه وبعض التحليلات. المتضرر الاكبر من هذه الازمه في حال استمرت على النهج الحالي فهو طبعا اوكرانيا والشعب الاوكراني، وحيث والمستفيد الاكبر هو الولايات المتحده. المتضرر الثاني هو الاتحاد الاوروبي وروسيا في هذه الازمه، حيث ان استمرار الازمه في اوكرانيا سيشكل عبئا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على الاتحاد الاوروبي وعلى روسيا،
حيث سوف تستنزف طاقاتهم في هذه في هذا النزاع، بينما الولايات المتحدة التي لا تملك الكثير من الذي تقره في أوكرانيا وفي روسيا سوف تكون المستفيدة الأكبر. لذا فإن هذا من ناحية الاقتصادية طبعا أتحدث، أما من ناحية البشرية فإن أوكرانيا هي التي سوف تتضرر في حال تم تقسيم أوكرانيا، فإن 73% تقريبا من الاقتصاد الأوكراني متمركز في شرق أوكرانيا، أي أن انفصال هذه المناطق وانضمامها إلى روسيا سوف يبقي ما تبقى من الدولة الأوكرانية دولة فقيرة تحتاج إلى المساعدات بشكل دائم. عظيم. إذا كيف تكون روسيا متضررة هنا؟ سيد مرتضى، أعود إليك في بيروت للتعليق على هذا التحليل، يعني تحليل أنه في حال حصلت هذه القضية وحصل التقسيم تستفيد واشنطن لوحدها، تتضرر موسكو والاتحاد الأوروبي. بهذا التحليل، بهذه القراءة حتى اللي قدمها دكتور سعيد، هل تعتقد أن المسألة بهذه الصورة؟ بدون شك الوضع معقد، يعني لا أستطيع أن نحسم هيك ببساطة من يستفيد ومن يخسر في هذه المعادلة. أولا الخاسر الأول بدون شك كما قال السيد سعيد هي أوكرانيا. طيب. والشعب الأوكراني، لأن المعركة تحصل على أرضه والاستنزاف يحصل لاقتصاده وقدراته وإلى آخره. ولكن بنفس الوقت أنا أقول أنه حتى لو سارت الأمور باتجاه يعني التقسيم، أنا أعتقد هذه فكرة أيضا يعني شبه مستبعدة، رغم أنه يجري العمل عليها باتجاه خلق حالة في شرق أوكرانيا تطالب بحكم ذاتي، وروسيا تسعى من خلال اتفاق جنيف إلى فرض معادلة بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا والأوكرانيين بإيجاد دستور جديد لأوكرانيا يقر بمسألة الفيدرالية. فيدرالية في أوكرانيا تعطي الشرق نوع من الحكم الذاتي، هذا يمنع على أوكرانيا في المستقبل أن تكون منحازة إلى هذا الحلف أو ذاك، ويفرض حياد أوكرانيا. وروسيا تكون بذلك قد كسبت الجولة بأنها لم تخسر أوكرانيا كليا، وأوكرانيا اقتصاديا لا يمكن أن تعيش بدون علاقات وطيدة مع روسيا ومع دول الاتحاد السوفيتي السابق. هي لعشرات السنوات صناعاتها لا يمكن استخدامها إلا من قبل هذه الدول. الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يسوق صادرات أوكرانيا، وبالتالي بدون شك كون المعركة أنا كما قلت تجري على أرض أوكرانيا التي يمكن تاريخيا نقول أنها جزء من روسيا وعلى حدود روسيا بالمعنى استراتيجي والأمن استراتيجي، بدون شك روسيا متضررة. طيب. لأن الغرب تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها مصالح كبيرة مباشرة هناك سوى تهديد أمن روسيا على الحدود الروسية، أولا بالبحر الأسود، ثانيا بمنع روسيا من استخدام الفضاء، لأن المصنع الوحيد الذي يصنع الصواريخ التي تطلق المركبات الفضائية هي موجودة بنيبرو بيتروفسك في أوكرانيا، وإذا أصبحت أوكرانيا مستقلة موالية للحلف الأطلسي يعني روسيا لسنوات عديدة لا تستطيع أن تطلق مركبات فضائية، وبالإضافة إلى مصنع صواريخ البالستية المهمة الموجود أيضا في نيبرو بيتروفسك في أوكرانيا، وبالتالي هذا يشكل تهديد أمني حقيقي للأمن الاستراتيجي الروسي. لذلك روسيا لن تتساهل في هذا الأمر وستسعى جاهدة دون الوصول إلى تصادم يؤدي إلى حرب دولية لمحاولة فرض شروط حياد أوكرانيا، هي تريد بالمحصلة كما حصل مع فنلندا دولة مستقلة ولكنها محايدة بين الشرق وبين الغرب، وتبقي على علاقات اقتصادية متوازية بين الشرق وبين الغرب، وهذه مصلحة أوكرانيا نفسها ومصلحة أوروبا الغربية نفسها. الاتحاد الأوروبي هو أيضا مضطر للتعامل مع روسيا بشأن استيراد الغاز، وليس له بديل اليوم عن الغاز الأوروبي، وقبل سنوات 3-4-5 لن يستطيع الاستعادة عن الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا. دكتور سلام، يقال أن زيارة جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية أعطت يعني ما يشبه إشارة الانطلاق أو إشارة التصعيد في كل المواقف السياسية وحتى غير السياسية، هل تعتقد فعلا اليوم أن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة إلى ضرب أي محاولة تقريب وحتى اتفاق جنيف أو أي اتفاق يمكن أن يبعد شبح التقارب ما بين روسيا وأوكرانيا؟ أنا أقول أنه الأسف، عفوا، سؤال دكتور سعيد سلام. عفوا. بداية أود أن أوضح نقطة،
ما ذكرته في تعليقي السابق حول استمرار حول ان روسيا سوف تكون خاسره في اوكرانيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ايضا، لان في حال استمرار هذه الازمه والتوتر الشديد في اوكرانيا بشكل لفتره طويله، اما في حال تقسيم اوكرانيا وضم المناطق الشرقيه لروسيا فهي سوف تكون مستفيده بشكل كبير، لذا فهي تسعى للسيطره على هذه المنطقه ان كان عن طريق الفيدراليه او عن طريق الضم المباشر. اما فيما يخص زياره الرئيس جو بايدن فعلى ما اعتقد انه تم بحث على عمليه التي تسمى محاربه الارهاب في شرق اوكرانيا مع الطرف الاوكراني، والطرف الاوكراني اخذ الضوء الاخضر من الولايات المتحده للقيام بهذه العمليه، والتهديدات التي جاءت مباشره من الطرف الروسي ادت الى وقف هذه العمليه على الرغم من الاعلان عن استمرارها، حيث ان خلال اليومين الماضيين نشهد هدوءا تقريبا تاما في المنطقه. والتدخل الامريكي في اوكرانيا سوف يستمر حتى لو ان كان هناك رغبه بتطبيق اتفاق جنيف الذي ذكرت انه وجد ميتا ولا يمكن صحيح ولا يمكن صحيح تطبيقه على الارض. اذا ساحه جديده للحرب البالده. دكتور سعيد سلام المحلل السياسي، شكرا جزيلا لمشاركتك معي من كييف، اشكر ايضا من بيروت الخبير بالشؤون الروسيه السيد يوسف مرتضى. مشاهدينا الافاضل، بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من تحت الضوء، شكرا لطيب المتابعه، الى اللقاء.